مساء الخير مباشرة من مسرح الأتلانتس وعبر شاشة قناة دبي ومنصة أوان مع الدورة الدولية الأولى من الميريكس دور انترناشونال. مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي، وحدث راح يكرم الإبداع الخليجي والعربي والعالمي ويجمع نجوم وأسماء من كل أقطاب العالم تحت سماء دبي. قدر بيروت أن تبقى دائماً بالحضن العربي، ولما نتكلم عن الحلم والأمل والحضن نحن حكماً نتكلم عن دبي. ومين غير دبي؟ حضن لكل العرب والعالم، منبر للأمل، جسر للآفاق وتواصل العقول، وصنع للمستقبل وحلم تخطى حتى حدود المريخ. مساء الخير من دبي إلى العالم. مساء الخير مجدداً، والفقرة الختامية لسهرة الميريكس دور انترناشونال، الفقرة الختامية للدورة الأولى من الحدث اللي يقام للمرة الأولى في دبي، والمنقولة مباشرة عبر مباشرة من تلفزيون دبي وقناة يوتيوب ومنصة أوان.